ودابا واحد السيرفيس فيه 80 واحد، اشنو غنتعلم فيه انا؟ باش باش غي باش غيجي ما واخديناهاش ما واخديناهاش. هاد الوقفه الاحتجاجيه جات مورا واحد المرحله، كانت مرحله واحد المقاربه كنا غاديين بها في اللجنه الوطنيه لطلبه الطب وطب الاسنان والصيدله، مرحله تشاركيه بواحد المقاربه سلميه كتنباني على الحوار. هذه المرحله فشلات بسبب واحد البلوكاج من وزارتي التعليم العالي ووزاره الصحه، وجينا اليوم باش نعبروا ونرجعوا للساحه بهذه الوقفه اولى في جميع ربوع المملكه، باش اننا نوضحوا ان جوده التكوين ديال الطالب المغربي في خطر، وبالتالي فصحه المواطنين في خطر. هادشي ما فيش نقاش واضح وعنده تاثير مباشر على 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 صحه المواطنين، وبالتالي حنا كنحطوا يعني المشاكل ديالنا ديال جوده التكوين في عده عوامل. اول حاجه واخطر حاجه هو الاكتضاد منقطع النظير اللي ولينا كنشوفوه. هذا الاكتضاد هذا كيخلي الطلبه ما يتعلموش كيف ما كانوا كيتعلموا شحال هذا. مثلا دابا خصني نكون كندوز ستاج ديالي شاك جور، كاينين دي سيرفيس اللي كيقول لك جي اليوم ما تجيش غدا، علاش؟ حيت كاين اكتضاد كبير، وبالتالي الكفاءه ديال الاطباء في خطر. وحنا كطلبه واللجنه الوطنيه والمجالس ديالنا راه معهوده عليهم الدفاع القوي على الكليه ديالهم والفورماسيون ديالهم، وبالتالي فالطلبه دابا راكم كتشوفوهم مجموعين كيستعدوا الوقفه باش ان يصرخوا ويقولوا نحن نعاني من هذا الاكتضاض ونرفض الزياده في عدد الوافدين بواحد الطريقه اللي غير مدروسه، اللي غتاثر بشكل مباشر على المستقبل ديالنا وكذا استقبال اي طلبه اللي يقدروا ما يلقاوش مكان الامكنه ديالهم في الكليه ولا في المستشفيات ويقدروا ياثروا علينا حتى حنا، دونك لا حنا لا هما. وبالتالي نطالب السلطات المعنيه والوزارتين بالخصوص انهم يتدخلوا بشكل جاد ويجلسوا معنا على طاوله الحوار ويفهموا بان هذا الشيء كيهدد الوضع الصحي ديال المغرب، كيف ما كاين في العنوان ديال البيان ديالنا 26 شهر 6 اللي خرج هذا الحد هذا، راه بصريح العباره هاد القرارات هادو كيهدوا الوضع الصحي في المغرب. كلشي يكون عارفو، وهذا اللي مكتوب بالاحمر في هذه اللافته هذه هو الغيره ديالنا على جوده التكوين، لا اكثر ولا اقل من ذلك. جوده التكوين اليوم التكوين ديال طالب الطب كيف ما كيدار في الكليه فهو كذلك كيدار في المستشفى الجامعي، والمصالح الاستشفائيه استرابس في المستشفى الجامعي اليوم ما بقاتش قادره انها تزيد تستوعب واحد العدد كبر ديال الطلبه. تخيل معايا واحد السيرفيس فيه 80 و70 و60 طالب، عازد عليه لو نومبر ديال الناس اللي كيديروا التخصص ديالهم والاساتذه، كيفاش فاش غادي تجي انت تحضر لواحد لاصال ديكور في هذاك السيرفيس؟ راه لاجيتي غمعطل بواحد الشوارع ما غتلقاش فين تجلس، وتخيل انت جاي باش تعلم الميديسين وغتدخل وما غتلقاش فين تجلس. كاين بعض المصالح الاستشفائيه اللي كيقول لك جي نهار اياه ونهار لا، علاش؟ حيت ما عند حيت الزحام في ذاك السيرفيس. وحنا شنو الحل؟ باش الحل شنو هو؟ هو نبقاو نزيدوا في عدد ديال الوافدين الجدد، راه لا يمكن، ضروري خاص موازاه مع الرفع من عدد ديال الوافدين الجدد على الكليات، ضروري خاص يكون واحد التوسعه ديال الاراضي ديال التدريب الاستشفائيه. دونك التكوين ديال طالب الطب اليوم هو حنا كندقوا ناقوس الخطر على الجوده ديال التكوين، لان الاراضي التدريب الاستشفائيه او التوسعه ديال الاراضي ديال التدريب الاستشفائيه لا تواكب ولا توازي الرفع اللي كاين عام ورا عام في العدد ديال الوافدين الجدد على الكليات. ومع ذلك كاين واحد القضيه اخرى، الطلبه ديال اوكرانيا لا، حنا اون جينيرال يعني اون جينيرال لو سيرفيس اليوم الي ساتوري وما عندوش فين، نو بو با اكوييغ واحد العدد اكبر من الطلبه، لانه راه حتى واحد ما غيبقى يتعلم في المصالح الاستشفائيه. ومع ذلك كاين حتى النقطه ديال التعويضات ديالنا على المهام، الحاله الاجتماعيه ديال طالب الطب اليوم والصيدله وطب الاسنان اليوم تقدر تخدم 24 ساعه ياك، والمقابل ديالك كناخذوا 21 درهم في النهار. هذا هو، تخيل واحد كيخدم في المستشفى الجامعي تقدر تخدم 12 ساعه بالليل ما تشوفش فيها النعاس، تمشي تجيب الدم من مركز التحقن، تمشي تطلع التحاليل لذاك المريض المسكين المختبر، تقدر تخدم تعاون تعبر لي كونستون ديال داك السيد، كنشاركوا زعما في لوفر دو سوار اون بارتيسيب فيها، وبالمقابل كيعطيك 21 درهم في النهار، ويا ريتكم كانوا كيعطيو لينا في الوقت. انا كنهضر معك شخصيا من 2021 ما خديت حتى ريال، دونك راه حتى الوضعيه الاجتماعيه ديال طلبه الطب ولات في خطر.